صفحه. يلو فيفر دينج فيفر يلو فيفر يلو فيفر ودينج ودينج فيفر يلو فيفر كونسيدر من طبعا دينج هيموراجيك يس. في حاجه مهمه حصلت في الشيخ ليفت فالي ليفت فالي ليفت فالي فيفر يس. في حاجه كانت في افريقيا كده وعامله دوشه من عده شهور او من سنه. دينج سمعتوا حاجه اسمها كبوله؟ دي الحاجات الكبرى او الحاجات الشايعة يعني ما جبناش حاجات زينا كده او ليه قوي يعني. طب احنا بنقسمها على حسب البوست ايجن يا اما فايرا يا اما بكتيريا يا اما بروتوزوا يا اما عندنا السيكا فيروس. سمعتوش عنه؟ السيكا كان موجود فين؟ كان موجود في البرازيل. البرازيل يس. وسبب الشهره ان هو كان عندهم دوره الالعاب الاولمبيه فكانوا خايفين وبالذات طبعا ان هو بيتنقل سيكشوال وبيعمل في الجينات الانومالي وعامل في الجينات الانومالي ايه؟ انتوفا اللي هو مايكرو كيفالي او جيليان باريس سندروم. تمام؟ نيجي للويست نايل فيفر ودي هي هما برضو دي طبعا مكتشفه في افريقيا وقال ان في عندنا سيرو بريفلنس ليها يعني في عندنا سيرو ماركر ليها واحتمال يكون عندنا حالات مختلفين كل ساعه والتاني يظهر حالات او تظهر ريزرفوار تحت البنك وممكن تستخدم حاجه زي كده المناطق الحمراء. عندنا كونجو كينيا موجوده في وسط اسيا اسمها حمر كونجو الليزيتيه هم كونجو كينيا الليزيتيه ودي برضه في حالات منها موجوده في المملكه العربيه السعوديه. الدنج فيفر موجوده في السعوديه، الدنج موجوده في السعوديه، الكوب كريم موجوده في السعوديه. وعندنا طبعا ريفت فالي موجوده في السودان. موبايلي مش هيكمل تغيرتها ليه؟ لا الدنج فيفر زي ما بنشرح موجوده في افريقيا الملكه اللازمه. ليه البكتيريا اللي هو الموست امبورتنت هو الدنج اتكلمنا عليه. لا ده الصوره اللي انا قلت عليها. ايه الريزرفوار بتاعه ايه؟ طيب نيجي بعد كده للبروتوزوا ديسيز هي مهمه. في عندنا الملاريا وفي الفلاريا وفي الاشمال. الحاجات دي طبعا مذكوره في سنه ثالثه في البارازيتولوجي فاحنا السنه دي هنتكلم على الملاريا. تمام؟ انت معاكم المحاضره بتاعنا او المزرعه بتاعها بحيث نتكلم عليها ان شاء الله مره ثانيه. ريكيتسيا ديسيز ودي كتيره قوي ممكن لما ندي جدول بس عليها كده عشان نعمل اورينتيشن ان فيها مرض كان من حاجات الكراتينا والديسيز اللي هو الاكاديمي التنفس. في اكاديمي التنفس وفي الجيم التنفس وفي كيو كيو فيفر اللي هي بتكسيلا بروتان. في حاجات كتير قوي ممكن نقول كيو سبوت فيفر. نيجي للهيموراجيك مانع سبورة مثال ليها كورونا ماربرج ديسيز ودي كورونا ماربرج مشابهين لبعض مع في بعض الخلافات. في عندنا اللاسا فيفر والاثنين دول مستوطنين في افريقيا. طيب نيجي بقى ندي فكره عن الهيموراجيك فيفر عموما يعني المحاضره دي تقديميه كده ندي تقسيمات حاجات بلود لاين بعد كده نتكلم على سبيسيفيك ديسيز بالذات اربعه او خمس ديسيز اللي احنا زي ما قلنا شعبي. يبقى عباره عن جروب اوف كلمس
diseases, diverse groups of viral pathogen, يعني مش من نفس الفصائل. في الفيلم موجود فيه الفلو فيروسز وهكذا. تمام؟ characterized by fever and bleeding. يعني شخص عنده سخونة وعنده أعراض زي الإنفلونزا كده أو أعراض زي التيفويد أو الملاريا وعنده هيموريج ممكن نقول إن ده طويل هيموريجيك فيلم. غالبا معظم الفيروس لكن ممكن تبقى عنوان فيروس زي مثلا الكسر. هذه الأمراض عبارة عن بيبقى فيها مالتي أورجان سيستم زي بودي العرفيه. دي مشكلتها. تنتهي ب اورجان فيلم. ممكن هنا كلها تمام؟ لكن المريض ما بيموتش من الهيموريج. لأن الهيموريج ما بيبقاش جامد قوي زي مثلا الاكستاكسيس أو زي الهيموريج الحوادث أو حاجة زي. لكن التوكسينيا والدي ار سي السيميك انترباسكت كوريليشن هي دي سبب الوفاة. كمان الباسكولار سيستم بيبقى دامج. ما عندوش ability to regulate itself. بيبقى كبير مختلف في المليون ميكانيزم. وبالتالي ممكن يحصل شوك. تمام؟ زي ما هنشوف في اللي هو دينيال شوك سيندروم احد المانيفستيشن بتاع دينيال شوك. وان اذر تايبس اوف فيفر كان كوز ريلاتيفلي مايلد ايلنس. مايلد عادي ما تحسش بيها زي فيفر فيفر زي مايلد زي الزيكا فيروس. الزيكا فيروس ده مرض او فيروس فايلد 80% بيبقوا مثلا نوت بريزنت سيمبتومز. لكن مشكلته ممكن يشيل التأمين. عندنا برضه ريسك زياده ممكن يبقى مرض مريض. لكن مشكلته ان هو اثر اثر حاليا كان بنسبه 80% وممكن في السكيل كيسز يبقى عندنا ثلاث كلينيكال ستيشن زي ما بنتكلم في الريسك الاول. يعني احنا بنقول 30 او 4 احنا طبعا لما كنا زي كده ما كناش نسمع حاجه اسمها بوجيتيف. الأرثروبود دي كان أقصى حاجة هو الملاريا والبيت بس. حاجات الفيروس التانية دي ما كانتش قوية. لكن دلوقتي مرض زي الدمى تلت العالم اتريست بيه. كان مثلا أكثر من مليار شخص عنده خطورة الإصابة بزي المرض. مشكلتهم إن هي فيروسات وعايزة وايف سيف تجيب العالم في الأيزوليشن أو في السبب. فبالتالي عايزة إمكانيات كبيرة أوي وتكنولوجيا عالية في المختبرات. إن حصل تصرف بيولوجي يعمل لنا كارثه خاصه انها امراض ممكن تنتقل على الاستراتيجي او غير قوم دي مشكله. الحاجه الثانيه الا قليل منهم زي الدنجي والنيلو فيفر ما بيحتاجوش باي سيف في العالم هو الامان البيولوجي. تمام؟ دول ممكن يستخدم مثلا دنجي ومع كده يوم الاثنين مش موجود حتى الا في المستشفى على مستوى مصر في وزاره الصحه او في قطر الصحه. دي برضه امكانيات مش سهله. ثالث حاجة اللي هو increase the threat of bioterrorism. استخدامه في الحرب البيولوجية ممكن مثلا إذا كان في تطور بيولوجي أو كلام من ده يقال إنه ممكن يستخدم حاجات زي كده. خاصة اللي هاي infectious potential risk. السبب الثالث إن هي high case fatality. حاجة زي الإيبولا ممكن بتموت 90% لو عندنا سكيستري أو 50% من السودانيز ستيريل. تمام؟ حاجة زي ريت الرالي مثلا لما راح السعودية أول مرة مواد 14% وفي مصر مواد تقريبا حوالي 5% لما جت سنة 77 لما حصل الأوت بريك كبير على مستوى مصر كله. حاجة مثلا زي اللاسا فيفر بتتناول برضه 25% وبتعمل ديفنس في نص هذه النسبة وهكذا. كومبو كريمين بتتناول 25%. فبالتالي بتحكي عن الديسيز ديستريبيوشن والبيرسونال ريسك. دي في بقى مثلا احيانا ان هي تلت العالم اتريسك من دول المرض او ساعه الانتشار. ده حتى لو هو مش كبير لكن الهيلث ايكونوميك والهيلث كونسيكونس والامبيرد ايكونوميك دي مشكله كبيره بتاثر على البرودكتيفيتي بتاع الاوتبريك. البوتنشاليتي بتاع الاوتبريك والابيديميك ويز ديفيكالت اوف ايرلي بريدكشن. ما بنقدرش نعمل بريدكشن ان هيحصل لنا اوتبريك النهارده او بكره او بكره. ودي برضه احد المشاكل لنا نهتم بيه او نزود الوعي بتاع الهيلث تيم والبابليك اباوت ذيس ديزيز. دي تقسيمه برضو الامراض اللي هي ممكن تعمل لنا هيموجيكي وبودر كتير اكتر هو كل ما نعرفه التحليل مع بعض. تمام؟ زي ما قلت يعني عندنا تتقسم تتقسم بس للعلم في عندنا حاجه اسمها الارينا بابليك
الهاب الهيميدي والفيلو هيميدي. عندنا ارينا هيميدي تايب امراض الفيفر على حسب المكان الاساسي في الفيزويلي او الكيلو هيميدي او الكيلو هيميدي. تمام؟ الجيوغرافيك ديستريبيوشن برضه على حسب لكن عندنا اللي يهمنا هنا في افريقيا ليس فيفر اللي موجود في افريقيا اللي هي اساسا ما بتحدش من افريقيا اسمها كيما جيل وسميت على المكان اللي هي عزلت فيه. دي مقوله في غرب افريقيا. في عندنا برازيليا او سان باولو وهكذا احسن. نيجي البنيه التحتيه اخطرها او اهميتها ان احنا عندنا ريفت فالي دي موجوده في مصر مسجلات مرتين واحتمال يكون عندنا بطل وفي الشيخ بالذات في سنه 2003. عندنا الكونغو كينيا دي موجوده في وسط اسيا لكن في حالات سجلات في المكرعه الشرقيه مش مستبعد انها تجينا في اي وقت. نيجي للفيادي الهيلي دي اكثر مجموعه فيها امراض لها علاقه بنا في مصر. عندنا الدنج والفيفر حاليا موجود في مصر. السنه اللي فاتت كان موجود في اسيوط في المنفرود والسنه دي موجود في الحسين في البحر. اول مره تظهر ويطلع لمزاد صحراوي ان احنا عندنا حاله. الشيكنجونيا دي موجوده في افريقيا كلها وعندنا الدكتور بتاعتها. في عندنا برضه حاجة تانية اسمها الكورنا اكتشفت في السعودية سنة 95 واكتشفنا برضه حالتين كانوا سياح جايين في شلتين وحلايب لما رجعوا إيطاليا اكتشفوا إن فيهم هذا المرض في المنتجات مصر طبعا تاني دولة على مستوى العالم فيها الكورنا. يعني ده يعني مش لسه لأن هي طبعا غير من إسرائيل. وعندنا برضه اللي هو النيبولا والماربريش وده برضه الموت بتاعها في أفريقيا. لكن ده نعم ديك بفور الصناعة طرف أخرى زي الفيروس والفلاش فيروس والدنيا الجديدة وهكذا صار مران من الآخر. يبقى عندنا دي حاجات الكورن والحاجات اللي هنعملها اسمها. يبقى عندنا تشيكنجونيا دي مسكيت بول سند بيس ودي سميت برضه على اسم في عندية قرية مسكيت بول والاثنين بيعملوا رياش مع ارثرايتس وتشيكنجونيا ممكن تعمل دي بفرايس. دي عندنا الدنجي دي مدرسة عندنا أربعة سيل تايبس ودي مسكيت بورد ودي هيمراجع وموجودة في كل التروبيك. وعندنا الويست نايل ودي موجودة جنبنا لكن مش مدرسة. كل الكلايتس الميرو فيبر دي طبعا مدرسة اللي موجودة في أفريقيا موجودة في أمريكا اللاتينية ودي من الأمراض المحجرية وأكثر مرض محجري على مستوى الدبليو تشو لغاية دلوقتي. في عندنا الفارماسيوتيكال دي الوحيدة اللي هي تيك بورد وفي المجموعة دي هي والكورنر لان كله بتاع المستيكا او نان اسلوب الغول ما عدا الفورمه والكونجو كينيا المراجعه. ريفت فالي فيفر مستيكا برضه الموجوده في مصر كونجو كينيا واحده جديدة. كل المجموعات دي بتتشابه في ايه؟ كلها ار ان ايه فيروس مفيش حاجه اسمها دي ان ايه. تاني حاجه لها كفر وانفلوب وفاتي النيتورك دي من رحمه الله. الفاتي النيتورك ده بيساعد في الديترجن انها تستراك للاورجانيزم لو مش موجود كان هيبقى ريزيستنت عشان كده هي تخلي الجسم ضعيف. السرفايفر بتاعها بيعتمد على الهوست والهوست هنا انيمال او انسكت او رودن وانسكت زي ما نقول بعد كده. هي اساسا ما بتصيبش الانسان مش هو العائد الاساسي بتاعها. العائد الاساسي هو انسكت او رودن لكن ممكن احتكاك الانسان بالشيخ او لما يتوضا مرضي فيفر يحصل انتقال مرض ايدز. وزي ما قلنا هي جيوغرافيك ريستريكتد للبوست بتاعتها اذا كان بودي او اذا كان موسكيتو او اذا كان تيك او يعني بنقول على موتس ناشر ريزرفوار فور موست اوف ذيس بايس. يبقى بالتالي الانسان بيحصل له انفكشن انت لما بيحصل كونتاكت مع الانفكتد هوست اللي هي الرودن او الانيمال ممكن تبقى دوميستيك انيمال او ممكن تبقى انسكت. وبعض الفيروسات ممكن تنتقل من هيومن تو هيومن دي قليلة شوية زي الكونغو كينيا وزي الريفت فالي أو بعض الحاجات طيب الريزرفوار بقى احنا الهوست بتاعها هو الريزرفوار اللي هو المكان اللي هو اللي بتعيش فيه طبيعي زي ما احنا بنقول مثلا الريزرفوار بتاعنا ايه كمصريين هو مصر او الوطن بتاعنا عشان برضه الوطن بتاعهم اللي هو بيشوف. فعندنا رودن في الارسنال تمام دول الاساس بالاضافه الى دوميستيك
كونغو والريفت فالي. الأزهر بلاديتس زي القرود بالنسبة مثلا للإيبولا أو بعض الفيروسات في مصر. فبالتالي الجيوغرافيك ديستريبيوشن حسب المصدر. تمام؟ في عندنا بعض حاجات موجودة على مستوى كل المناطق لأن الإنسيت موجود في أماكن كتير زي مثلا كل التروبيك سب تروبيكس زي مثلا دينجي فيفر أو زيكا. تمام؟ في حاجات الهوست بتاعها أودنت معين في في اماكن معينه زي الارينا في حاجات موجوده في نص السواس اماكن زي البلمونري شنطه البلمونري ومراجع فيفر في حاجات لا موجوده في اوروبا واسيا بس برضه عشان البوست بتاعتها طيب كل هذه الامراض بتنتقل عن طريق ايه؟ قلنا الزبار بتاعها ايه؟ رودن انسيت ودوموستيك انيمال وممكن هيومن تو هيومن يبقى هم دول الموت ترانزيشن ودول اللي هيقابلونا عموما في امراض الاجابه بالاضافه الى السكشن ترانسميشن في الزيكا وفي الايبولا. فعندنا رودنت الزبار بيحصل انفكشن يبقى احنا لو حكينا باليورين او بالفيكال مطر او بالسلايفا او هذا الريتكس اكسكريشن ممكن يحصل لنا انتقال مطر وخاصه لو عندنا ابريشن في السكيبنج بتاعنا. تمام؟ الحاجه الثانيه الارثروبوت. الارثروبوت ده يتم عن طريق البايت اللي عض الانسان او نعمل كراش زي فكرة الكتسة وعدم الكتسة ممكن نحصل كراش والكراش يبقى الدم بيطلع والفزار بتاع الأمن مثلا ففي خدوش في الدم تدخل عن طريق صام فيكتور سبريد عن طريق الأنمال يتنقل الأنمال وبالتالي الأنمال احنا لما نحتك بالأنمال بيحصل لنا مرض زي الريفت ده وهي بعضهم بينتقل في رمان بيرسون في بيرسون دي قليلة قوي زي الإيبولا زي اللاسا والكونجو جينيان والريفت دي الاكسبشن اللي بتنتقل عن طريق فروم هيومن تو هيومن لكن معظم الحاجات الثانيه بالرحمه ربنا ما بتنتقلش مباشره فروم هيومن تو هيومن الاعراض بتدينا اعراض زي الانفلونزا زي البرينكوفيتر او زي اي مرض سيستيميك ديسيز زي البروسيلا او زي الملاريا لكن هيزيد عليها لو حصل حاجات كاركترستيك في كل مرض يعني مثلا لو حصل نوع من الجلتس ممكن تكون او الكفرايتس ممكن تكون مثلا ويست مان او ريت فيري لو حصل مثلا انفكشن بتاع السي اس او المود ممكن تكون كومبو بين لو حصل مثلا ممكن تكون مثلا دينجو فيفر فبالتالي عندنا الحاجات العامه يبقى عندنا هاي فيفر كتير بزنس ماسك ايه بروس اوف كرنس انزل ريزولوشن ممكن انزل ريزولوشن سيفير مانفستيشن ممكن تدينا بلاك بليدنج تمام لو ادتلنا بليدنج يبقى على طول دي كبير مراجع فيه وذا فايروس فور مانكو يبقى في عندنا سيستم كده بفحصها في بلد زي السعوديه كل فيها مثلا اربع امراض او خمس امراض اي حاله تيجي زي كده بيعملوا بانل اوف تيستنج الموست كومن ايه او الموست بروبل ريفت فالي نعملها اكسبلود بعدها ايه دينجو فيفر بعدها كومن كوليرا بعدها الخضم وهكذا عشان ما تفلتش مننا مرض من الاشخاص لو احنا استبعدنا الكومن ديسيز الموجود في المكان بتاعنا من الانفلوشن فيروس اللي كانت فيه تمام زي ما قلنا الديشن ريرلي داي نتيجه للفيروس لكن المشكله كلها من التوكسينيا والسيتسينيا اللي بتحصل والباقي سي اللي بتحصل من المرض او الاورجن فيلر زي ما بتحصل في الجيرو فيفر او الريفت فالي فيفر او الدنجو كيس ديفينيشنز لاي مرض فاحنا بنقسمها سسبكت هي لا في كلينيكال مانيفستيشن كلينيكال مانيفستيشن مش كلينيكال انا عندي رؤى في مكان يعني انا مثلا لما يجي لي حاله عندها تراجع فيها ما اقدرش اقول في مصر دي كول ان انا ما عنديش المرض بتاع الكول لكن لو شخص جاي من منطقه فيها مرض الدنيا وفي خلال الديفينيشن دي ممكن نحطه في الديفينيشن دايجنوز بتاع الكول مش كده ولا ايه؟ لكن لو دنيا في وقت انا ماشي ممكن عندي مرض الفورما هو شكلتين وحالات ممكن تمام؟ وبالتالي مش كلينيكال مهمه قوي عند كلينيكال مانيفستيشن هي مش كلينيكال زائد الكونفرميشن باللاب تيست اللي هي مطلوبه زي ما انت واللاب تيست ما بتختلفش في معظم الامراض. في عندي الايزا او الفايرال انجن ديتكشن في عندي السيل كالشر اللي بتاخد وقت في عندي بي سي ار في عندي الانجن تيشو والهيستوكومبيتي يبقى
يعني عندنا رقم واحد فايزر، اثنين اس ار، توصيل كبش كل الثلاثه اللي هي بتعتمد عليها. وبعض الامراض ممكن عندنا حاجه اسمها رابيد تيست زي مثلا في البلاك او في البلاك او الريفت دالي، لكن برضه بعد الرابيد تيست بتساعدني ان انا اكتشف او بريك كير عشان اتدخل بدري، لكن لازم اعمل انفورميشن يا بي سي ار يا بريك سيرك. التريتمنت معظم هذه الامراض سيمتوماتيك، ذير از نو سبيسيفيك انتي فايرال اكسبت حاجات برضه بسيطه زي الريبادرين في اللاسا فيفر او الانتا بالمونري او الهيموليتيك يوريك سيندروم، انتا بالمونري سيندروم تمام. او ممكن نستعمل الكونفاليسنت فيز بلازما، الناس بتصيبوا بشوفيوم زي بتوع البولا، فناخد السيرم بتاعهم ونديهم المرضى اللي هم السيرم تمام. او مثلا زي الارجنتين المراجعه فيها، يبقى معظم الامراض عباره عن سيمبتوماتيك ايه تمام. نيجي للبريفنشن والكنترول، معظم الامراض برضه ما لهاش فاكسين، لكن في حاجات محدده لها فاكسين دي موجوده قدامنا. نمو فاكسين اكسبت زي كام بروتكت اجينست اكسبت، عندنا يورو فيفر لها فاكسين من افضل الفاكسينات الموجوده للهيومن بين او على وجه الارض، هو بتاع ايه النقل كده ريدز، الاثنين ادوني 99% بروتكشن تمام. لو الارجنتين هم راجل في برضه لها فاكسين، الدنجو دلوقتي عملوا لها فاكسين بس ليه بروتكشن معانا هنشرحه مع الدنجو. الابولا دلوقتي بدأوا يعملوا فاكسين في المرحله الاخيره وبيجربوه دلوقتي على ناس في افريقيا، وفي ترايلز ان هم يعملوا الملاريا وقالوا ان هي في 2015، وبعدين بالذات الفالسبارا ان بعد كده قال ان هو هيكتمل ابحاثه على 2020 ملاريا. طيب يبقى دي اللي هي التاكسيد دي سبيسيفيك بريفنشن. يعني عندنا البريفنشن المفروض يتركز على افويد كونتاكت مع هوست، يبقى هوست عندنا فيكتور وعندنا اللي هو رودن وعندنا اللي هو انيمال دوميستيك انيمالز او الاحتكاك بالانسان المصاب. طيب لو كان الانسان المرض بينتقل في الهيومن تو هيومن هنعمل ايه؟ هنعمل اف ذا فيروس كان بي ترانسليت ان ذيس واي افويد بروسيس اوف كونتاكت مع الفيكتور بي بعد التريسنج اللي هو ان انا البس بيرسون بروتكتيف اكويبمنت واعمل ايزوليشن في التكنيك اندفيدوال اند وير البروتكتيف بروسيس وبيتر في هذه الفيروسات والامراض المقيمه يبقى نيجاتيف في بيتر كده. ايه تبقى ايه بسبب نيجاتيف ايه؟ المهم عندنا العزل هنا، المهم عزل زي اي شخص بيعمل ده اسمه ايزوليشن. في عندنا حاجه اسمها نيجاتيف بريشر روم، في عندنا حاجه اسمها فكرة النيجاتيف بريشر دوم دي ان انا اسحب الهواء ما تنضوش بره، لان لو طردت بره البيرمنت ايجنت ده هيطلع بره يعمل لي مشكله. فده بيحصل في كل المراجعه في خطيره وفي حاجه زي في التي بي. بوزيتيف بريشر دوم دي بتتعمل للناس اللي هم امينو كومبرومايز. لو انا عندي حاله مثلا زي اتش اي في ايدز وواحد عامل ترانسبلانتيشن ومش عايز الميكروبات تدخل في هذا المكان، فبالتالي بعمل بوزيتيف بريشر دوم عشان ما يدخلوش حاجه ما تعملوش عرض هو اساسا الميونتي بتاعته ضعيف. طيب انا كده عملت لو قلنا نمنع السبيسيفيك بريفنشن عن طريق التكسير، وبالنسبه للشخص اللي هو المرض ينتقل في الميونتي ايه الاجراءات اللي نعملها تمام. نيجي للرودن، الرودن طبعا ده له اساسي في هذه الامراض وبيمثل تقريبا من 30 او 50%، يبقى كنترول الرودن ده لها دور مثلا وزاره الزراعه او التعاون مع وزاره الصحه بيكون في نظام كده بيقوموا بالسيطره عليه، وده حصل في مصر في الثمانينات والسبعينات، بس كان بياكل المحاصيل والحقول مش مشاكل فيهم، كانوا يحطوا كده زي قمح كده ملون وكلام من ده على البحور بتاع الفلان وكلام من ده، وقتلوا كميه كبيره من قوم يعني في ثواب. ديسكارج رودنت فور انترنت فور ليفنج ان هوم فور وركنج. طبعا همنع الحكم ازاي؟ في ناس تقول ربوا قطط، بس انا شايف ان القطط معلش بيرفكت يعني انت برضه ما تعملش اكواد كنانه وزباله واماكن اكل عشان ما تكذبش قطط، ما تخزنش مثلا حبوب وكلام من ده في مكان مفتوح، المخازن والحاجات اللي بتخزنوا فيها اللي هي صوارع وكلام من ده لازم يبقى فيه نوع من البروتكشن. وانا احط سلوك بقى نت على البورشه
عشان ما نتروش. Encourage safe, clean, orderly, domestic, and orderly. أي مكان شرط فيه لا أكلم من ده معنا لازم تنظر. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على الذكاء بينتقل في المهمة اليوم واتكلمنا على الرودنت نيجي للإنسان تمام؟ وبالذات هنا ليه الإنسكت اللي هو الموسكيتو أو التنج في عندنا ثلاث حاجات نعملها وده ينطبق على أي مرض بعد كده إنسكت بون أو تيك بون تمام؟ حتى لو نسيت البريفنتيف ميجر بتاعته فدي أهم البريفنتيف ميجر بالنسبة للإنسكت أو الإنسكت بالذات تمام؟ رقم واحد عندنا ميجرز فور بيرسونال بروتكشن الشخص ده هو معرض ان هو يتقرص او يتعرض للانسكت يعمل له ايه؟ رقم واحد يستخدم الجلد وهو عنده ايده مكشوفه وش مكشوف فور اكزامبل يبقى يحط الجلد ماده كيماويه طارده للانسكت رقم اثنين ان انا اقول للشخص ده البس لايت كلوزز وذ لونج سليف اند لونج بانت مفيش الشورت او البرموده او الجيبه القصيره والحاجات اللي احنا عارفينها دي عشان الناموس ما يجدعش تمام يكون لايت كلر لان الناموس ما بيحبش اللي هي الالوان البيضاء تمام هو بينجذب على الالوان اللي هي الملونه عشان كده بيعملوا الضوء بتاعه ازرق ويرصف تلبس شراب تمام والشراب لازم تحط البنطلون داخله عشان الناموس ما يدخلش ما بين الشراب والناموس مقفز يعني اللي راح على السلام ما راحش الا مقفز سليب اندر لما بنغلب انا حتى في طنطا عندي بس ساكت في الدور الثاني الناموس بيطلع من اخر ما بزهق كابتن موسيقى كتر الرش اللي حاطه في حته الكوكب دي اسمها الناموسيه الناموسيه مهمه جدا وكمان في الناموسيه كمان في بالنسبه للماريا بيحط ناموسيات امبريجنيتد ويز ريبلنت او كيلر ليت الانسكتسايد حتى ده بتشوف توزيعها بالنسبه للبلاد الفقيره اللي فيها منتشر برضه عشان تقدر نيجي للانسايدز هاوس داخل الهاوس عامل ايه؟ يبقى الدور ويندو سكرين يبقى الباب مقفول الشباك مقفول ولو عايز انا هواء طبيعي يبقى احط ايه؟ باب سلك واحط على الشباك واير سلك ما يدخلش الناموس انسكتسايد سكرين يبقى احط ارش بقى اضطر ارش واحط الحاجات اللي احنا بنعملها دي مع انها متعبه وبتاثر على التنفس وايه؟ لا تمسك الفكره. او استخدم موسكيتو نت فور سليب بيتر برليثرين امبريجنيتد. تمام؟ ودي موجوده زي ما قلنا انت بتشوف كمان ما اعرفش انت بتحفظ ولا لا. دي على فكره ممكن تقعد سنين ثلاث سنين والبتاع اللي هو الانسكتسايد افكت. طيب اوتسايد الهاوس بقى كارت البيت بنعمل ايه؟ عشان ما نعملش نقول التوالي في الناموس يبقى جيت رايت اوف ستيتمنت ووتر اتخلص من المياه الرمل ايديز اجيبتال لو حتى نقط بسيطه بتاع الندى او نقط مطر خفيفه بتتوالد فيها وبتحبها رقم اثنين جيت رايت اوف ريفيوز السباله والكمام دي برضه مقوى للفلان ومقوى للناموس رقم ثلاثه الكفر ووتر ستورج اند كونتينر مباني اللي هي بتتبني والحاجات المعموله ايام زمان كان في زيار كده او زير في الريف والكلام من ده ودلوقتي البديل بتاعه هو الكولدرات والمبردات والكلام من ده كل دي فيها بقايا ميه المشكله بتعملها تجمع ليه؟ وقت الناموس. ان اديشن تو كيميكال ميثود ان احنا بنحط زيت ولا انسكتسايد في اماكن التوالد بتاع الناموس او مثلا كان ايام زمان بيحط نوع من الاويل في البرك والمستنقعات عشان تخنق اللارفا بتاعت الحشرات دي او الانسان او بيولوجي كان اسمه زي الجمبيزيا فيش الحاجات اللي هي بتاكل نرقات الناموس بالنسبه للبنزين والانسكتسايد دي برضه بتقعد ست شهور سنه بحيث بتبقى ديفكتيف لمده سنه ممكن حتى تحطها داخل الشقق لو كان مثلا في عندنا اي حته فيها شك فيها تهور ايه اللي افكت في سنه مش هو يزيد ولا السايد الكيب هو مش مكمل ولا ايه؟
فيفر فايرال موسكيتو بورن ديزيز. تمام؟ ده بيسبب دينج فيفر او دينج انفلونزا فيفر. ده عباره عن زبونيا وفي فور سيرو تايبس، والسيرو تايبس بتدي نفس الاعراض مين؟ الثمانيه. فور واي فور. لكن لو انا خدت وان سيرو تايب بتدي بروتكشن فور لايف من نوع بس. لكن الثلاثه التانيين نوع. بيديني نوع من البشر ايميونتي ويزود احتمالات الاصابه بالهيموريك لو انا خدت سكرين تايب او سيرو تايب. انا اخد بالنا من الحته دي. لو خدت واحد هيديني قصدي ايميونتي، لكن لو انا خدت واحد تاني ممكن يبقى عندي احتمالات اكتر بسبب الهيموريك اكتر من واحد لو خد اول مره يصاب في السيرو. تمام؟ وفي كمان كل سبتايب ممكن يبقى فيه جينيتك وموال صعب. عندنا فور سيرو تايبس وكلهم بينتموا الى ارب فيروسز. ارب يعني سبوت بول فيروس، والفن بتاعه في نادر بس. الفن ده مش مشكله، المهم ان احنا نعرف ان في عندنا اربعه سيرو تايبس. اتش تي سيرو تايبس بروفايد سبيسيفيك لايف كوميونتي وشورت تيرم كروس كوميونتي من الانواع الثانيه. ونعرف ازاي المراجعه بتحصل لما الواحد يصاب اكثر من فيروس. المرض ده ما كانش واسع الانتشار زي دلوقتي. ليه؟ طبعا ما كانش فيه وسائل التواصل ووسائل الانتقال وال بتاع ده اللي هو السيد وورد والمايجريشن والكلام ده، لان الناموس بيعتمد على انفراستراكشر. لو الانفراستراكشر تعبانه في كوليكشن في ووتر وفي رابش وكلام من ده وريفيوز وفي ريفيوز وكلام من ده، فده بيبقى مأوى للانسكت، وبالتالي يزيد الانسكت زائد التغيرات الجويه فبتغير الحراره، وبالتالي تدي فرصه الانسكت لما تنتقل ممكن تعيش في اماكن اخرى. بالاضافه ان المرض ده كمان بالذات بينتقل عن طريق الايدز جيتاي اللي موجوده في التروبيكس، وعن طريق الايدز ابو بيكتس ابو البو بيكتس، ودي بتتحمل بروده وبتنقل المرض في الاماكن البارده شويه. توداي دينجي رانك از ذا موست امبورتنت موسكيتو بورن فايرال ان ذا وورلد. ليه؟ لان عندنا حوالي 2 مليار معرضين ريسك الاصابه بالمرض. كانوا من عده سنوات كانوا بيقولوا عندنا الاستيميت 50 مليون حاله سنويا. دلوقتي بيتكلموا ممكن في 200 حاله 300 حاله. استيميشن لو انا اعطيت الموضوع مثلا لو ريبورت بخمسه المفروض المفروض يبقى ريبورت 20، يبقى المحتمل ان الناس اللي كان عندهم انفكشن يبقى كذا. فده مرض بروجريسنج ويزي. ما كانش موجود في السعوديه مثلا من 15 سنه، دلوقتي بتسجل حوالي 3000. ما كانش موجود مثلا في مصر من 3 4 5 سنين، دلوقتي موجود في مصر وما فيش بلد دخلها وخرج منها هذا المرض. في خلال ال 50 سنه اللي فاتوا 30 فولد انكريز في المرض. حوالي شايفين حوالي اكثر من ربع العالم اتريسك من غير المرض. موجود في اكثر من 100 قطر، وفي عندنا حوالي 150 قطر في الايدز جيتاي اللي هي بتنقل المرض. الاستيميشن الريسن يقول 390 انفكشن دي مير. والاستيميت الحديث بيقول ان كمان شايفين حوالي نص العالم بس. ودلوقتي بقى 128 قطر. الكلام ده عشان تعرفوا حجم المرض، دي مش هتيجي في الحجم. لكن نعرف حجم المرض عشان لما تسافر ان شاء الله بعد التخرج تروح السعوديه او تروح اي دوله تقول لي انت ايه المرض. ان شاء الله يبقى لكم مجال، يعني لسه في امل في السعوديه. ده اللي هو الكيرف بتاع المرض بيتصاعد من سنه 60 الى 2007 ودلوقتي طالع فوق. الجيوغرافيك ديستريبيوشن هي الخريطه هتبين اكتر يعني. ايه الفاكتورز بيهايند سبريد؟ عندنا رابيد ميجريشن جروث، الرورال اربا مايجريشن نتيجه للسيفل وور والكوارث، ولينا ديكويت بيزك اربا انفراستراكشر. مفيش عندنا انفراستراكشر ووتر سويش سيستم ميه نظيفه، وبالتالي بيبقى في كولكشن اوفر والناس بتخزن الميه والميه مكشوفه، فبالتالي الناموس بينتعش ويتوه. تمام؟ السي دي سي برضه بتاكد الكلام ده، بيشوف تقول الفيكتور انفستيشن ويز ديكلاينينج فيكتور كنترول، الدول ما بتقومش بدورها. Unreliable water system اللي هو infrastructure، increasing in non-degradable container، كل حاجه دلوقتي بقت كونتينر، الصفائح والكنز والحاجات دي، ونشرب ونرمي، هتيجي تجمع فيها شويه ميه ونموس يعني.
الكاوتش بتاع العربيات اللي بتترمى ده كل ده مقوى كويس لايه؟ لزيت الحشره. الاير ترافل طبعا بينقل الناموس كويس جدا عن طريق الطيران وعن طريق المتحملات وعن طريق السفن. ده اللي هو المرض قبل سنة 60، شايفين كان في بقعتين فقط في أمريكا اللاتينية وفي جنوب شرق آسيا. دلوقتي كل التروبيك والساب تروبيك حتى استراليا فيها المرض. وده اللي هو أحمر الحالات والأصفر اللي هو فيه الفيكتور. دلوقتي مصر خلاص بقت جزء من الحكومة، كانت قبل كده فيها فيكتور بس. ده خط العرض فوق تحت بتاع السوداء. نيجي للمود اوف ترانسميشن. ده مينلي فيكتور بورن ديزيز. البلاد ده طويل محدش شافته ارتيريا. تمام؟ لكن كان فيه ابحاث لكن لم تثبت ارتيريا. يبقى عندنا ده من الامراض القليله اللي هو بينتقل عن طريق الفيكتور. وده ما تنتقلش من هيومن تو هيومن. لكن لو الفيكت الدرس موجود والفيكتور موجود ممكن ياخد المرض من الشخص المصاب ويشوفه. فعندنا الايدز جي ده مينلي وعندنا الايدز البو فيكتس في الاسيان اريا. وازر تايبس اوف فيكتس. ده ازاي الفيروس والاحسن الروبيكيشن مضاد الحياه. مش هنتكلم عليها ده في بره عشان ما نضيعش وقتكم. لكن ديت اللي هي الايدز جي تايب بتتنازل ان في زنقشه كده على البودي وكذلك على الافراد. وهي سميت ايدز جي تايب ليه؟ لان هي يعني شكلها حلو كده زي تطور عايده او ان هي بيسموها الزعاجه المصريه اللي هي صوت ده ترانسميشن لما يحصل فيروسيه في الشخص الموسكيتو تاخد الفيروس وبعدين في اكستنسيف انكوبيشن بيريد في الموسكيتو حوالي 5 ايام 7 ايام بعد كده الموسكيتو تلدع الشخص تديله الفيروس بعد 5 ايام الى 14 يوم اقصى حاجه ده الانترنس الكيوش الجيب وكل يوما يحصل غيرينيا وهكذا هو المرض ايه يكمل الدورة ده. ايه الكاركتريستيك بتاع ايدج طيب ليها تنطبق برضه على اليو فيبر وعلى كل المرات اللي بتجمع عن طريق ايدز. فدي كاركتريستيك ثابته في الحشر. اول حاجه ان الفينيل هي اللي بتنقل مش الميل عشان كده اللي بتلدع هي الفينيل. تيز ا داي تايم فيبر بتحب تاكل بالنهار ممكن تاكل بالليل ممكن تقص لكن يعمل لي سنس. ليف اراوند هيومن ريليشن بتحب قوي المساكن والشقق والكلام من ده وبتحب الحته الهاديه داخل الشقق. بتحط التيب اند بروديوس ضربه بريفرنشلي ان ارتفيشال كونتينر. يعني بتحب قوي الكنز والازايز والحاجات اللي هي الكريمي دي تحط فيها البيض. دي هي لو هي واكله الوجبه. نيجي للكارير والسورس اوف انفكشن. الانفكتد سيمبتوماتيك symptomatic person دول يعتبروا مين كارير. And multiple virus دول يعتبروا السورس فور ان انفكشنز. يعني هي اللايف سايكل ما بين الفيكتور والهيومن. تمام؟ والفيكتور كمان فيه ميزه ان فيه ترانس اوفيريان ترانسميشن. يعني ممكن الفيكتور ينقل الفيروس للايج والايج دي ممكن تقعد مثلا سنه اثنين في الجفاف مفيش عوامل بتساعد على الهاتشنج وبتحصل هاتشنج وبالتالي تخرج تاني. انكوبيشن بيريود من 4 ل 7 لكن ممكن من 3 ل 14. عشان كده السيرفيلنس المفروض لمده اسبوعين. او لو شخص جاي من مكان هو فيه المرض اتبع لمده اسبوعين. لو حصل لاست اكسبوجر لو حصل ظهور الاعراض يبقى خلاص هو اكسبوجر المرض عنده في حاله. ما ظهرش بعد اسبوعين خلاص يبقى هو ان شاء الله مش هيحصل له المرض. وهاو لونج الشخص ينقل المرض الاخرين نو دايركت ترانسميشن فروم بيرسون تو بيرسون. ده احد المواد اللي تقدر لا تنتقل فروم هيومن تو هيومن. لكن البيشنت انفكت فور موسكيتو شورتلي بيفور الفوكال جيم. يعني في نهايه الانكيبيشن بيريد ممكن ينقل المرض لمده 5 الى 7 ايام بعد ما يحصل الاعراض من الشخص. عشان كده مهم جدا الشخص المصاب اهم حاجه عندنا نمنع الفيكتور ان هو يوصل. نعم يحصل سكريننج كويس للمكان ده. مش هقول للفيكتور ان يقول للفيكتور. السستبيلتي جنرال. طالما انا ما تعرضتش للمرض قبل كده
وما خدتش فاكسين للمرض يبقى انا بالتالي هبقى اكثر عرضه. تمام؟ لكن وجد ان الشيلدرن مور ذان اذر فيلد وغالبا ما تعرضش للفيروس ده. يعني لو عندي مثلا سيرو تايب 1 في مصر وخدت انفكشن وهيديني من الفصل دي، فبالتالي لما لو انا خدته وانا طفل لما هكبر يبقى عندي الميت. الا لو طفل سيرو تايب ثاني، ده موضوع ثاني. يبقى عندنا الريزرفوار، عندنا الهيومن ايدز سايكل، وعندنا في ساوث ايست اسيا بالذات لقوا فيه مونكي موسكيتو سايكل. نيجي للاعراض. الشخص ده ممكن هيجيلي في اكتر من 50% هيبقوا اسيمبتوماتيك. تمام؟ ممكن بقى يجيلي عنده فروشيتي فيبر، يعني زي اي فيبر زي كورونا، او كلاسيك دينجي فيبر، او دينجي مراجع فيبر، او دينجي شوك سيندروم. دي اللي هي الكلينيكال مانيفستيشن بتاع الاكسس. الاندفرنشيتد فيبر بتبقى عباره عن مايلز وسيمبتوماتيك. يعني اكن كومن كل كده خفيف والم في العظام بسيط ورش خفيفه وخفيف في المخ. لكن الكلاسيك هتبقى في عندي اصابه بوست فيبر بين والم في البون في الجوين في المصر وريتش اوربيتال بين، ودي كاركترستيك قوي في تقليد فيبر. تقريبا ارثروبود بورنز وحيد في معاه ريترو اوربيتال بين. تمام؟ يبقى كل الاعراض مشابهه ليه كتير من الاعراض. على اساس ان فيه انتنسيف في البون فيسموه بريك بون. الدنجي هيموراجيك فيبر دي ثالث نوع، وده بيبقى فيه هيموراجيك مانيفستيشن. يعني نزيف اكستاكسس، نزيف تحت الجلد، نزيف من الماوس، ممكن مثلا تزيف من الجينيتال سيستم، اي مكان واحد ممكن يحصل فيه نزيف. الدنجي هيموراجيك شوك سندروم ده بيبقى عنده هيموراجيك مانيفستيشن بالاضافه ان حصل عنده دي اي سي وحصل عنده شوك او هبوط في الضغط، وبالتالي ممكن يؤدي الى الوفاه بنسبه كتير قوي بتكون نتيجه لاورجن فيلر وبالذات الرينال فيلر. انا عشان اوتوماتيك والنوت ده برضه احنا بنحسب الصرف دي. طيب نيجي للدياجنوزس. الدياجنوزس الكلينيكال بيكتشر از نوت دياجنوستيك، انه بيشابه كتير من الفيروسات والملاريا والدوسس جالوس في الهيباتيتس. عشان كده انا لو المنطقه اللي بتوصل فيها المرض، وانا مثلا لو استفسرت دلوقتي هيجي لي اعراض في وسط الناس كده، لازم اعمل له كونفرسيشن. دي احد يا اما بي سي ار او فايرال ريزوليشن او سيرولوجي او مونوكلونال انتي. المونوكلونال انتيبودي اللي فايدتها ايه؟ لان هو بيبقى فيه كروس ريأكتيفيتي مع كتير من الفلاب فايروس. يا اما نعمل حاجه اسمها بليت انتدكشن ترانزيشن تيست دي مش بين المتخلف، او نستخدم المونوكلونال. وافضل ان احنا نستخدم البي سي ار للناس سبيسيفيك وسنسيتيف تطلع فيه وقت مش طويل. تريتمنت مينلي سبورت زي ما قلنا في المحاضره العامه. نيجي للبريفنشن. في عندنا جنرال ميجر اديوكيشن بتاع البابليك والبيهيفير تو ريموف ديستروي مانج موسكيتو فيكتور لارفا الحتت اللي اتكلمنا عليها. بروتكشن اوف مان اجينست فايت والاجراءات اللي اتكلمنا عليها. قلنا في بيرسونال لوكيشن في اوت سايد الهاوس وفي ان سايد الهاوس. نيجي للانيميزيشن، وده احدث شيء بالنسبه للتسليم. وما اصبحش عندنا تسليم من 2008 تأخيرا طلع، لكن له معايير محددة مش هنقدر نستخدمه في مصر أو في البلاد اللي هي المرض فيها بسيط. في بداية 2015 إلى 16 ذا فيرست دينج فاكسين هو الدينج فاكس باستير عملته وريجستر في سيرفر كانتريز فور يوز إن إندفيدوال من 9 إلى 45 يورو في إيج ليفينج إندينيك إيرلز. يقال إن الفاكسين هو شفت إذا كان الشخص عنده أنتيبودي للفيروس. دي حاجة دليل. فعشان كده هو الريكومنديشن انه ما يستخدمش الا في الهاي اندمج. طيب نيجي بقى عندنا حاجات سقط، فنعمل كنترول ازاي؟ الاجراءات اللي عدت قلنا بريفنشن. انا دلوقتي عايزين نعمل كنترول، عندنا حاجات سقط يبقى لازم ريبورت. يبقى بلد زي مصر طبعا لما يحصل حاجه زي كده فيها الدنيا بتتكفر، لان المرض دي وبعدين الهيستوري بتاع المرض هو ممكن يتراجع بعد كده يبقى كويس كتير،
او هيسيب عدد كتير قوي من العيال هيبقى كلهم بلس تمام، فدي هتبقى مشكله. او ان المرض طبعا لما بيوقف في المكان ما بيطلعش منه هيبقى عندنا على طول توقف زي الهباتيتس كده ومش هنقدر نقضي عليه. الهباتيتس طبعا قعدنا فيها 30 سنه. ايزوليشن بلاد بريكوشن احتياطي بلاد فيبر سبسايد بريفنت اكسس دي اهم حاجه. اوف مسكيتو تيوبيشن فايس كليننج هيز هوم وديوس مسكيتو بيد نت وسبرينج سبسايد. يبقى اهم حاجه احنا بعزله ليه؟ مش خوفا منه ان هو ما تكونش منه طيارة. لكن عشان الناموس ما يوصلوش وبالتالي الناموس يعمل الفيروس هيعمل تقطيع للمرض. ايه ده الخطوره؟ كونكرنت ديسانفكشن والكارانتين مش مطلوبه لكن ممكن نعملها احتياطي ان المرض ما يكونش منه طيارة. كونتاكت اميونيزيشن طبعا الفاكسين مش هيقدر، فبالتالي الشخص ده لازم اعمل له سوبرفيجن فقط لغايه الماكسيمم فيشن ليميت ده 14 يوم من اخر يوم تعرض فيه للمريض. واحد مثلا بيعمل كير لابنه او بنته او زوج او زوجته في البيت او في الهيلث تيم في المستشفى او الهيلث فاسيلتي يبقى من اخر يوم المريض شوف الفيشن اعمل له ريستنج واعمل له سوبرفيجن لمده 14 يوم وشوف في زياده في الحراره لا عنده اعراض انفلونزا كل عنده بين بيتو اوربيتال بين ولا مفيش، عنده سيفير بون بين ولا مفيش، اذا كان عنده الاعراض اللي هتعتبره حاجه ما عندوش خلاص. سبيسيفيك تريتمنت زي بيزنوت سبيسيفيك تريتمنت عباره عن سبورت سبيسيفيك. اهم حاجه ايوه الكونتاكت بالسورس، وده مهم جدا في المناطق الجديده اللي مش فيها مرض زي مصر. عشان كده لما جه المرض في السويس في المفروض قالوا ان ده يكون الناس اللي هم كانوا مسافرين السعوديه اكيد الناموس جه معاهم مثلا او جه في اي شنطه او حاجه زي كده. الناموس قرص الناس او الشخص كان مصاب والناموس اللي هنا خد الاصابه من الشخص المصاب ونشره وهكذا. ده احد التفسيرات اللي حصلت، ده مهم جدا. برضه عندنا لو حاله في الغربيه مثلا مشكينا ان هي ريد فيفر يبقى جاب المرض منين؟ احتمال يكون مثلا كان سافر قصير او كان سافر منفرط او اسود. ناخد بالنا قوي من السورس اوف انفكشن. يبقى بحدد البيشنت ريزيدنس كان قاعد فين during 2 ويك قبل الانست اوف ذا انت. اند سيرش اوف اندر ريبورتد اندر ريبورتد كيس. طالما الشخص ده موجود في مكان المصاب يبقى اكيد اللي حواليه احتمال برضه طلع من الناموس اللي بدون شعراء اللي طلع منهم انفستيجيشن اللي هي سيرولوجي. ابيديميك ميجر عشان امنع الوباء يبقى سيرش اوف ديستروي موسكيتو في السايتس اوف هيومن هابيتيشن اند ايميت اور ابلاي في سايت. لازم اخش وامنع اماكن تواجد الناموس عشان امنع انتشار المرض واقضي واعمل اليمنيشن للمرض. يوز موسكيتو ريبيلنت فور بيرسون اكسبوز تو فيكتور. عن طريق الموسكيتو. الحاجة الثالثة اللي هو هيموراجيك كامل. الموسكيتو كامل هنا الكاتب اللي موجود في الكاميرا دي هي مشكلة. ده موجود في الحيوانات اللي احنا بناكلها. تمام؟ وفي الكاميرا كمان. السبب ان احنا زي ما قلنا ان هو تخش في الواد المتصدع في كلمة. ده عبارة عن ار ان ايه زي كل الفيروسات كده معانا باستثناء ان هو السيريز براند مش مشكلة مش قوي عندنا. وده ايزوليتد سنة 31 في كان حصل اوت بريك في الشيب وفارم في الريفت فالي في كلمة ده اسمه وادي متسطع لان مفيش فيه مية. دايما في البلاد الجبلية زي السعودية في هضبة عالية بيقول لك ده وادي الفحلة او السهل ده اسمه وادي ده وادي مفيش فيه مية وده اسمه وادي المتسطع. في كثير من الازوليتس لكن كل الازوليتس بتدي نفس الاعراض وهنا الازوليتس بتدي بروتكشن اصغر عكس الدنج فيفر. الدنج فيفر انا خدت واحد سيرو تايب ما يدينيش اميونتي للاخرين بالعكس ده انا لو خدت اذر تايب زي ما قلنا بيزود الريسك بتاع
الهيموراجيك ديزيز. نسينا نشرح ازاي يحصل الهيموراجيك بعد التنظيم. حجم المشكله، المشكله مش في اليوم في المرض، المشكله هنا في الانفلز. ده لو اصاب الحيوانات اللي هي صغيره في السن، سن سنه، سن شهور، سن سنتين، 80% ممكن بعد عمليات سي سي تعليم ده وتعليمت بدأوا يفصلوا ازاي المرض وصل لنا وهو عمره ما كان بكده. فقالوا ان في ناس بتحرك الحيوانات من القرن الافريقي الى اليمن، من اليمن على حدود السويس تدخل السويس. عشان كده هم عشان كده عملوا محضر بيطري في جيبوتي، اي حيوانات تيجي من المنطقه العربيه السعوديه لازم تقعد في جيبوتي فتره معينه وبعد كده تتنقل السويس. وهم سيطروا على المرض دلوقتي ما عادش فيهم عندهم حالات بتظهر من سنه 2000 ل 2001. ده كان من احتمال. ده خريطة توزيع المرض. تمام؟ نلاحظ ان المرض ليميتد في افريقيا فقط. يا دوبك بس اصاب الحدود الزراعيه السعوديه سنه 2000. قبل سنه 2000 كان في افريقيا فقط. نلاحظ هنا مصر شايفين من البحر المتوسط الى اسوان حصل فيها اول مريض. حصل اوتبريك كبير جدا في مصر سنه 77، حوالي 20,000 اصيبوا من الاشخاص، مات حوالي 600 او حاجه زي كده. بدات في اسوان واسيوط والاسماعيليه وبعدين انتشر، وهنلاحظ انه حوالين وادي النيلين، يعني المنطقه دي مزروعه اللي فيها زراعه وحيوانات، فبالتالي هو افيك كل اللي كان نازل في المنطقه دي، بالاضافه ان هو اثر على حوالي 20,000 شخص او 13,000 شخص، مات منهم حوالي 600. تمام؟ المرض موجود في السودان وموجود في سوريا وموجود في بعض دول دي الكانتريز اللي فيها انديميك ديسيز اللي هي الغزة، ودي الكانتريز اللي هي عندها سام كيسز وبيحصل وجود الايزوليشن. لكن دي الامراض الكانتريز اللي هي المتوطن فيها المرض. ده الكلام مش مصر. الكيس بتاعتي كانت حوالي 3%، لكن هو نورمال اللي هو 1%. لكن طبعا المرض الجديد ما احناش عارفين ايه المشكله. طبعا ما فيش الا ديتكشن، ما فيش الا بريفنشن. نورمال 1%؟ فبالتالي كانت عاليه. هو الواحد؟ في السعوديه لما حصل حوالي بريك اكسبيرت على الحراره 13%. ان هو على حدود اليمن منطقه ما فيش فيها رعايه صحيه كويسه ومنطقه مهجوره وكلام من ده. فبالتالي ابتدت الكلام بتاعها. من يخش في الديسيس طبعا بتحصل في هذه الحيوانات زي ما قلنا بتكون البوست بيبقى عالي. المرض تكرر تاني حصل اول بريك تاني هتكون في كفر الشيخ 75 حاله مات منهم حوالي 17. وده يقال ان اللي اكتشف المرض الناس بقى هم لانهم ان الاعراض بتاعه او الكوبليكيشن او السبيك فورم اللي بيأثر على الار. فلو جه عند المنطقه بتاع السنتر فيجن بيعمل لنا لوس اوف بلايندنس. عشان كده بتوع الرمل يعني قالوا في حالات بلايندنس كتير، فتقريبا وزاره الصحه تمت او جامعات مش فاكر اللي حصل. المهم ان هم توصلوا ان السبب كان او بهيك اوف ارتباط في الوقت. نيجي للمود اوف ترانسميشن اوف ذا ديزيز. ده مشكلته ان هو المود اوف ترانسميشن بتاع المرض اكتر من الدين فيه. الديبو فيفر احنا عارفين ان هو الهيلث فيروس. عندنا الهيلث فيروس. لكن ده مشكلته في الوت اوف فور ترانسميشن. اول حاجه الماجورتي ده حسب اخر تحديث من وزاره الصحه العالميه. الماجورتي بتحصل من دايركت او اندايركت كونتاكت مع بلاد او اورجن في انفكتد اريا. انا راجل حصار او مثلا بعمل بسلك او بقطع او الكلام من ده، او انا في البيت برضه بقطع اللحمه سكريت والكلام من ده ممكن اتكلم. انا كجزار ممكن اتكلم عن طريق البلاد. يجي في فمي يجي على الكونجكتيفا يجي على الكونجكتيفا بتاع النوز او في ابريجن في ايدي او حاجات زي كده ممكن ينقل المرض. الستات في البيت ممكن تنقل المرض عن طريق برضه هذه الطرق. لذلك البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت مهم قوي. ما
في بعض الناس ما بيدلوش على الناس اللي مش عمر الالفان بس ده بحظهم المرض مش موجود هناك هو موجود عندنا في افريقيا بس. هاندلنج اوف تيشن ديورنج سلاترنج ذبح بوتشري ازاره اسيستنج ويز انيمال فير بنساعد الحيوان في الولاده ممكن يحصل له برضه كل مرض زي البوكسيلا كوندكتنج فيترينري بروسيدر زي الاكتيشن سيميليشن ليو او الناس اللي هم البيطريين والحمامات اللي هم بيعملوا تشيك على البريجنسي بتاع الانيمال حاجات زي كده او ديسبوزال اوف كات كيسز او كات كيسز او فيتسز الحيوانات اللي هي النقيقه او السقاطه وكلام من ده ابورشن لو ما كانش عندنا برضه بروتكتف اكويبمنت او بروتكتف ميجر بروتكشن فور ميجر هنتقلنا المرض دي وسائل انتقال المرض. تاني حاجه انسكت بايت معمول في الكتاب مكتوب كويس لا لا هو ايدز جوكتاي وكويس يمكن ايدز جوكتاي تمام. وفي كمان هنزود الاشي بتاع الكتاب فلايز اللي هي مصاصة الدماء ممكن برضه تنقل الماء اكسبوجر كويس بلاد فور كده زي الصمت ايفيدنس ان الهيدرونا بيتيكاب انفكتيف عن طريق انجيشن اوف امباسترايز اور اندر كوبيلا زي يقال المحلاش اللبن كويس او مش غير الني زي بتوع الخليج كده بالذات السعوديه ده ممكن ينتقلوا المرض لو حيوانات هي المرض او الناس اللي بياكلوا لحم ني. في برضه عندنا عادات في بعض التسليم في ايام زمان هو بقى بنذبح كده حته من الفكره دي برضه عاده موجوده في دول كتير تمام حتى في بارازيتوش ممكن تعمل حاجه زي كده نتيجه للفشول او حاجات زي كده. انفكشن ثرو اير سور ترانسميشن عن طريق الانهيليشن ودي احد الموت ترانسميشن اللي كانت بوست ريليتد في السعوديه في 2000 لان هم عندهم احواش كتير قوي في منطقه اسمها حفر الباطن في حدود الكويت تجمع الغنم وحاجات زي كده ولقوا ان برضه المعدلات هناك عاليه فقالوا ان هي دي سبب انتقال المرض بالاضافه الى ان ده برضه احد الموت ترانسميشن بتاع البروسيس اللي هو الانهيليشن. فدي عشان كده عندنا الوت اوف فيلد ترانسميشن عشان كده السيطره على المرض بتبقى صعبه شويه ويا ريت لو في فاكسين يبقى اكتر. فبالتالي الريزرفوار قلنا اللي هو اساسا ده مرض حيواني يبقى في النص الثاني هم كلهم ريزرفوار كاتب شيل جوه اللي هي الزوتك يعني مياه الحيوانات وكذلك الهرمون بيعتبروه لحد ما الريزرفوار هنا برضه ترانسكريبت ترانسميشن بتاع المسكين والكونتريبيوت والمنتنس والكونتريبيوت. هنا بالذات في الريفت فالي فيبر يقال ان الايد ممكن يقعد 10 سنين بعد الكتابات او التكست بوك يكون بقى 30 سنه. تحتفظ الحاليه بتاعها طالما في منطقه الكتاب لما تحصل امطار او فيضانات يحصل هاتشي وهي اوريدي نقلت البيروس من الايد من الايد للاوكسجين وبالتالي قد ايه بتستحمل 30؟ منظومة الإقماع الصناعي الملكية عشان تكتشف إذا كان هيحصل فيضانات في المناطق الجنوبية إذا كان هيحصل يبقى تستعد عشان تعمل مقاومة يحصل مطر يحصل حشائش يحصل تجمع مية فبالتالي تروح للبريزن بيسز بتاع الفيكتور وتقدر تعمل بريفنشن ايرلي أو ايرلي ديتكشن بروسيس. بالإضافة إن هم كمان بيعملوا حاجة يمكن ما تفتحناش في الكتب بيقول حاجه اسمها الحيوانات الكاشفه. يحط مثلا زي اقلام وكلامين على الحدود اساسا بتحصل تغيير من الجمل فالحيوانات دي كل فتره بيفحصوها. لو لقوا فيها مرض المرض اللي فيه خطوره بيقلب وزاره الصحه عشان تقطع الزرع يعرفوا الهيلث كير سيستم او الهيلث تيم ان في انديكيتورز ان الفيروس ممكن لو تكتبوا حالات فيها شك حللوها من طريق الانتيجيشن دي الى حد ما مشابهه للدين فيه من 3 ل 12 هنا من 3 ل 14 اسبوعين انا برضه هعتبرها في السكيلنس اسبوعين بحيث لو شخص كونتاكت مع انفكتد كيس او انفكتد انيمال او انفكتد سورس يبقى المفروض يتابعوا منه اسبوعين لو ظهر عليه اعراض يبقى هنعتبر كيس ما ظهرش يبقى هنقول له انت لست مصاب. بالنسبه للنيوكور لامبس هي عبور صغيره والكيدز والكالفز والبول واللامب دي اللي هي سيجار الخفاف اللي ده عجم البحر او بطل الوحش حاجه زي كده بيتمشى دي 12 شهر عشان كده هي عامله زي الايريا الطيور لما تنزل بتنبض مثلا الايريا في الانفلونزا بتنبض
ده جاي في فترة كاملة بتنسى، ده كذلك هو 12 ساعة بيحصل الإعراض، هو نسبة كتير جدا 80% من البيان من النيورون دول بيموت. هو ده اللي بيحصل. يبقى هو فعلا ده المشكلة المفروض أنت تبقى فاهم إيه كويس. لأن لو ما انتهتوش كويس كان إيه المشكلة؟ بس. والمفروض أصلا ما ينفعش. لكن طبعا من أعرف ميلات تقيلة زي حالاتنا كل الدول عامة كده كده يبقى حتى ما تخافيش. مين اللي اتريسك؟ يبقى اللي اتريسك الناس عندهم كونتاكت مع السورس. تمام؟ يبقى السورس قلنا هنا ايه؟ دوميستيك اليمنت. يبقى الاكيريشن لها علاقه بالدوميستيك اليمنت دول اللي اتريسك. بالاضافه للناس المعرضين للفيكتور اللي هم الناس اتعرضوا لفيكتور بتاع الكوليكس، والكوليكس موجوده خارج المنازل. فعشان كده اللي هو ستيدنج اوت دورز ات نايت از ريجن وير اوت بريكس اوكي. الكوليكس بتحب تعاقب الليل شوية زي الأنوفلس. إذا الناس اللي هم ستيلينج أوت دورز وخاصة إخواننا في السودان أو إحنا في الصعيدة أو أيام زمان كان كله ينام قدام البيوت وكان الحرب أو قوس قوح وكلام من ده، فده عرضة للفيكتور. الإكتيفيشن بقى اللي لها علاقة بالدوميستيك أنيمالز اللي هي الريزرفوار، في عندنا الهيردرز اللي هم الرعاة، في عندنا الفارمرز اللي هم الفلاحين والمزارعين، في السلاتر هاوس وركر الناس اللي شغالين في المجازر أو في الساكنات، في عندنا الفيتامين and the other individual who work with animals for rift valley endemic ده دول اللي هم الاكتيفيشن هاف ريسك. طيب الشخص ده هيبتدي في ايه؟ هي بريزنت في عده حاجات، يعني في البدايه هو اشبه بالانفلونزا او بالبولي فيفر او بالملاريا او ليبتوس فايرا او هيباتيتس، عباره يا اما اسيمبتوماتيك او مايلد مانيفستيشن. انا لو في منطقه فيها مرض قدامك لازم احط في الديفينيشن ديجنوز. المرض مش عندي غالبا مش هحطه الا اذا كان فيه مرض في الاستيشن او في مشكله في الانيمالز، ويقولوا لنا والله ده احنا عندنا دي في بالك في الانيمالز بتحب تاكل كل حاجه. وده مهم جدا للكوردينيشن والكوبريشن ما بين البيلز سيكتور بتاع اليومن وبرضه الانيمال بيلز سيكتور، بحيث لو عندهم بروسيليا قولوا في المنطقه اللي في بقى ريفت فالي قولوا لنا هكذا. بتوع الاستقصاء الحشري برضه لما يعملوا استقصاء للحشرات والانسكت يلاقوا فيها فيروس يقولوا لهم والله المنطقه بتاعت الحشيش فيها ريفت فالي، منطقه مثلا اسيوط فيها دينج فيفر. فالكوبريشن ده مهم جدا عشان ايرلي ديتكشن وان احنا ناخد الاجراءات، والمفروض يبقى عندنا في وزاره الصحه عندنا بلان هاو تو كونتين فور دي ويز لو حصل هذه المشكله. تمام؟ يبقى دي معظم الحالات بتبقى في هذه الجروب حوالي 80%. عشان كده في بدايه ممكن يعدي وما نحطوش همنا ايه لما نكون عندنا سيرفيلانس سيستم قوي وعندنا فحص الحالات اللي هي مشتركه. نيجي للسيفير فور وده يوجوالي ادير از وان اور مور اكستري ستيتد سيندروم. وده هيدينا ثلاث مانيفستيشن مختلفه، يا اما الشخص يجيله بيوكولا فور او يجيله بالمنجو انكفالات فور او يجيله بالمنجو فور. تمام؟ ممكن يبقى يبقى مايلد وبعدين يجيله بعد كده بالمنجو على طول بدون فصل. والهيمرج ده بيبقى اقل من 1% من الحالات، لكن نسبة الوفية فيه عالية. حوالي مثلا 50% أو 50%. تمام؟ المنينج كوكر والكوكر فورم ده بيجي لي المايك فورم كده أو أعراض الفلايت انفلونزا، وبعدين يتهيأ لي إن هو هيخف وبعد كده يدخل بعد أسبوع أو اثنين في السيفير فورم والكوكر فورم. وده من نص 2% أوبزرفيشن بيبقى أي ده بيلاحظوه بتوع الرمد اللي وقع فيك اللي هو السنترال فيجن اللي بيعمل الكيت سنترال فيجن 50% احسنهم بالعكس. او بننشر الفريت الكون ده بيتعمل بيتكوز مع الكوزز بتاع المنجاتس او تفتح الكوز بتاع الفريت الكون. ده المايل فور زي ما قلنا لايك سيمبتومز ممكن يديني الانجي ابلكيشن او اشبه بيه الانجي. طيب التشخيص ده انا شفتيه ده بالكيلو، او لو انا عندي مرض مثلا منتشر او عندي امراض ثانيه هيموراجيك تبقى بالتالي افحص كل الحاجات الموجوده. يبقى انا عندي برضه معظم زي ما قلنا هنا في عندنا الدي سي ار، في عندنا البلايزر، في عندنا البلايزر ريزوليشن، والسايبر دي سي ار سنسيتيف وسنسيتيف وتطلع في
لان طبعا منظمه العالميه للحيوان
بتبدا اصدار على مستوى الدوله بتزرع ان مصر فيها مثلا حمص ما حدش يستورد منها. لذلك انت مش تبالي لو في مكان ما حدش بيستورد منها لغايه ما تعلن منظمه الصحه الحيوانيه ان مصر خلاص سيطرت على المرض او بقت فيه. عشان كده الدول بتخاف انها تعلن ان عندها مرض في مشكله. زي كده السمع الضريبي ممكن مثلا تبقى الكوليرا خد شهور ما حدش هياخد منك اكل او حاجات مأكولات مواد غذائيه. طيب بعد كده انا ايه بابليك هيلث اديوكيشن اند ريسك ريدكشن. يبقى انا كده سيطرت على المرض الى حد ما في الحيوان. انا عايز بقى امنع انتقال المرض من الحيوان للانسان. يبقى ريدوسنج ريسك انيمال هيومن ترانسميشن نتيجه للي هم الاكيوبيشن ات ريسك. يبقى عندي انيمال ديسبندري هم شغالين مكانهم وسكتر بليسز والانسيت كونسمشن اوف بلاد والحاجات دي كل دي لازم اتحكم فيها واعمل لها اجراءات عشان امنع انتقال المرض بهذه الطرق. نجر نقلل الكونتاكت بتاع الموسكيتو ويز اذر بلاد سيكت انسكت اللي احنا قلناها. خارج البيت داخل البيت دي حاجات ايه؟ مهمة. يبقى انا كده عملت للحيوان اجراءات وعملت اجراءات منع انتقال الحيوان من الحيوان للانسان وهنا منع انتقال المرض من الانسكت للهيومن. يبقى انا لو اي مرض انا مش عارف اعمله ترانسميشن سوري الانترفنشن لو مشيت اعمله ترانسميشن هقدر اعمل الهيلث كير فاسيلتي ده الستاندرد بريكوشن اللي هي انفكشن كنترول ميجر والبيرسون بروتكتيف بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت دي مهمه جدا اللي هي الكونتاكت واذا كان بقى انهيليشن يبقى لابس ماسك يبقى لابس على الاقل حتى الستاندرد بريكوشن اللي هي جلافز وماسك وجاونز واذا كان في موفر او حاجه تاثر على الكاركتر ممكن تمام؟ ده الفيكتور كنترول حاجه بس كده يعني حاجات اللي احنا رجعنا فيها كنترول الكلينيكال سيتيشن يبقى ده اللي هو السيت بتاع السبلاي وحته الديسكوزر والحاجات دي كيميكال كنترول ده السايد ميجر المسكيتو بيت بليسز لا انت مركز على الريش انا مش لا انا عايزه الفيكتور الميل ليس هو قابليه ان هو يعمل تقطيع الميل. الحاجه الثانيه اللي بيعملوا نوع من الجينيتك بتقيس ده حافز بالك انها تطلع عروضه بسيطه او تبقى ضعيفه على النت كله. فور كاستنج ده اللي هو استشعار عن بعض عن طريق الاقمار الصناعيه وحاجات زي كده بحيث نعرف ايه المناطق اللي بيحصل فيها فلاتز وكلام من ده عشان نتاكد منها.